لكي يطمن فريقه نحن موجودين. نعم يعني الآن 4-2. نعم 4-2 متقدم. نعم من الفريق الجزائري. نعم نشاهد هدف رائع. ولكن لودف محمد هذه اللقطة أو هذا هدف الجزائري يبقى لهم انذار واحد أصفر وبعدها على الأقل تصبح العقوبة إيقاف تقنيين. نعم لاعب الاختراق نفس المنطقة هذه المباراة إلا في الدقائق الأخيرة منها كما حدث قبل قليل بين برقان والسويد. الآن كرة إلى لاعب الدائرة والهدف الصادر. فريق برقان كان مركز رابع وفاز على صاحب المركز الأول. الآن المجمع البترولي مركز ثالث يلاقي مركز ثاني. باركوس الرابع على الواحد الوالي فاضل تقدم الان هاي هناك خطا ابعاد دقيقتين محمد ورمي 7 أمتار لمصعد الفريق المغربي. سلامات بشير الزوهير كرة الآن عند الحشاوي أمين وهدف عن طريق الحشاوي. الفارق 5 أهداف على بعد حوالي 10 دقائق على نهاية أحداث المباراة. تقدم الآن للاعب رمية حرة لمصعد الفريق المغربي كارتقاء وهدف إلقاء وتصويبة قوية عن